السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه تطبيق WAMR لاسترجاع الرسائل المحذوفة من الطرف الآخر بعد إرسالها. التطبيق موجود على السوق، راح أترك لكم الرابط بالوصف. نضغط على التطبيق، ظهرنا بهذه الشكل. نضغط على Accept، بعدها نضغط على Enable. نقوم بالسماح للتطبيق بالظهور أمام التطبيقات الأخرى. بعد ذلك نضغط على السهم، نضغط على السهم، نحدد التطبيقات اللي نريد إظهار الرسائل بعد أن يتم حذفها: الواتساب، الماسنجر، الانستا، التيك توك، فيسبوك، تليجرام، أي تطبيق أنت تريد يظهر الرسائل بعد أن يتم حذفها من الطرف الآخر. نضغط على السهم، نضغط على Enable السماح. هنا نختار التطبيق، نضغط على استخدام هذا المجلد، نضغط على السماح، بعدها نضغط على علامة الصح، وهنا تم ضبط إعدادات التطبيق. هسه حاليا أي رسالة تجيك ويتم حذفها من الطرف الآخر تظهر هنا. تقدر تغير بالتطبيقات من خلال الضغط على 3 خطوط. تقدر تختار التطبيق الماسنجر تظهر رسائل، تليجرام تظهر رسائل. أتمنى تستفادوا من الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة. مع تحياتي للجميع.